هو جدير بأن يطاع من أجل سلطانه القاهر، لأنه سبحانه وتعالى منه المبدأ وإليه الرجعة. فالإنسان الذي يرحم نفسه ويريد لها الخير في الدنيا والآخرة عليه أن يكيف تصرفاته وفق طاعته سبحانه وتعالى، لأن في ذلك ضماناً لخير الدنيا والآخرة. وهو جدير بأن يطاع سبحانه وتعالى من حيث إنه منعم بشتى النعم، فكل ما بالعباد من النعم إنما هو منه سبحانه وتعالى. ومن شأن النفوس أن تحب المسارعة إلى طاعة من أكرمها وأنعم عليها، فلذلك كان هو الحقيقة بأن يطاع. ثم هو جدير بأن يطاع لأنه له الملك، فكل ما في الكون إنما هو ملك لله سبحانه. الإنسان نفسه هو مملوك لله، وعلى المملوك أن يطيع مالكه. فمن هنا كانت الطاعة له سبحانه وتعالى واجبة على جميع العباد، لا تنحصر طاعته سبحانه وتعالى في طائفة من العباد دون طائفة. فبكل هذه الاعتبارات هو جدير بأن يطاع. ثم إن رسوله صلى الله عليه وسلم بعث من عنده سبحانه ليبين للناس ما يأتون وما يذرون، فمن هنا كانت ضرورة طاعته صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتوصل إلى طاعة الله إلا من طريق طاعته صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل أمور الدين أموراً ترجع إلى مدارك البشر أو إلى تجاربهم، بل جعل أمر الدين أمراً أسمى فوق ذلك كله. فإن الله سبحانه وتعالى لم يكل أمر دينه إلى البشر أنفسهم، بحيث يحكمون عقولهم ويحكمون تجاربهم وعاداتهم فيها، وإنما جعل سبحانه وتعالى ذلك مرده إلى الوحي، فاختار صفوته من خلقه ليرسلهم إلى عباده بهذه الأمانة، أمانة الدين الحنيف، من أجل أن تكون طاعته سبحانه وتعالى وفق ما أمر ووفق ما نهى. ولأجل هذا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن هنا كانت طاعته صلى الله عليه وسلم لا تنحصر في زمانه عليه أفضل الصلاة والسلام، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ليس شأنه كشأن سائر الخلق، فالناس يطيعون قاداتهم الذين يوجهونهم إلى الخير حسب الإيالة وما يرونه من المصالح لهم، ولكن هذه الطاعة إنما تكون لهم في زمانهم، وعندما ينقرضون ويأتي زمان آخر يأتي فيه قادة آخرون تكون الطاعة لأولئك القادة الآخرين، إذ ربما يرون من المصالح ما لم يكن يراه من تقدمهم. ولكن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، وقد حاول بعض الذين يدسون للإسلام في هذا العصر
ويكيدون له المكائد أن يجعلوا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة القادة الآخرين، بحيث حصروا هذه الطاعة في عهده صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأنه لا طاعة له على الناس بعد عهده. وهذا أمر خطير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الدين إلا من بابه عليه أفضل الصلاة والسلام، فمن هنا كانت طاعته تختلف عن طاعة غيره. ونجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي مناط خير الدنيا والآخرة، فإن الآخرة ناط الله سبحانه وتعالى خيرها بهذه الطاعة، إذ يقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بينما نجد كذلك أن هذه الطاعة هي سبب لتوصل الناس إلى الخير في هذه الدنيا، فإن التمكين والاستخلاف منوطان بهذه الطاعة، بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ الناس بدون طاعتهم لربهم سبحانه وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يكونون حقيقين بنصر الله، لأنهم ليسوا مناصرين لله سبحانه وتعالى، والله تعالى كتب نصره لمن ينصر. ومن أجل هذا نجد أن الله عز وجل عندما وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات الاستخلاف في الأرض والتمكين لهم، سبق هذا الوعد أمره لهم بأن يطيعوه وأن يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال قبل ذلك: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأتبع ذلك قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم عطف العنان مرة أخرى على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فأمر بطاعته عندما أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا ريب أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على رأس طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم أمر بعد ذلك بطاعة الرسول، وطاعة الرسول إنما هي طاعة لله. فإذا خير الدنيا والآخرة إنما هما منوطان بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا. للعلماء المفسرين في قوله فإن تولوا توجيهان. أول التوجيهين أن هذا الفعل فعل ماض مسند، فعل ماض مسند إلى ضمير الغائبين، فإن تولوا أي فإن تولى أولئك الذين أمرت بأن تأمرهم
بطاعة الله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا التوجيه هو الذي درج عليه معظم المفسرين، وعلى هذا فإن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو من الخطاب الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به الذين يأمرهم بطاعة الله ورسوله، أي يخاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنك أنت مأمور بأن تأمرهم بطاعة الله ورسوله، فإن تولوا بعدما أمرتهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحب الكافرين. والتوجيه الثاني أن هذا من ضمن ما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطاب الذي أمر أن يخاطب به الناس، أي قيل له قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي فإن تتولوا، وعلى هذا ففعل تولوا فعل ماض فعل مضارع حذف منه حذف حرف المضارعة وهو مجزوم، ولذلك حذفت منه النون لأنه من الأفعال الخمسة. فإن تولوا أي فإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا التوجيه الأخير، وإن كان معظم المفسرين يرجحون خلافه فإنه يتبادر بأنه أقرب إلى الرجحان، لتتفق هذه الآية مع آية النور، فإن الله سبحانه وتعالى قال هنالك قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أي فإن تتولوا فإنما عليه أي على الرسول ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلأجل التوافق بين هذا الخطاب هنا والخطاب الذي هو نظير له في سورة النور، تبين أنه يترجح أن يكون قوله سبحانه وتعالى تولوا فعلاً مضارعاً، وأن يكون هذا الفعل إنما هو مجزوم لأنه فعل الشرط، وقد حذف منه حرف المضارعة لأن الحرفين متشابهان، أي حرف المضارعة والحرف الذي هو جزء من الفعل هما متشابهان كلاهما تاء، ولذلك جاز حذف حرف المضارعة. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ترون أن الله سبحانه وتعالى بعد ما حذر من بعد ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بطاعة الله وطاعة رسوله، بين أن التولي عن هذه الطاعة أي الإعراض، إعراض المعرضين عن هذه الطاعة طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤدي والعياذ بالله إلى أمر خطير تؤدي إلى الكفر. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ذلك
لأن الذي يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى إما أن يكون أمراً متعلقاً بالعقيدة. ومن المعلوم أن ما كان متعلقاً بالقضايا العقلية التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله واليوم الآخر، التولي عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا يعد كفراً بواحاً، وإن كان ذلك في الأعمال من حيث الفعل ومن حيث الترك، أي إن كان ذلك من حيث الأمر بأفعال أو النهي عن أفعال وكذلك الأقوال وتدخل في ذلك الأخلاق، فإن هذا التولي عندما يكون بإصرار من العبد يصل إلى درجة كفر النعمة، لأن من حق المنعم أن يطاع، ومعصية المنعم بنعمه التي أنعمها على المنعم عليه يعد كفرانا للنعمة. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم شاكر وقسم كافر، فقد قال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والكفور يحمل على كلا الكفرين، على كفر الملة الذي يخرج صاحبه من الإسلام، وذلك فيما يتعلق بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، وكفر النعمة وهو ما إذا كابر الإنسان وأعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى مكابرة منه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وفي هذا إيماء إلى أن محبة الله سبحانه وتعالى إنما هي للمؤمنين. من هؤلاء المؤمنون؟ هؤلاء المؤمنون هم الذين يطيعون الله ورسوله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل محبته له. بعد هذا كله جاء بيان أولئك الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خلقه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بيّن سبحانه وتعالى من اصطفاهم بعد أن أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض التفاسير أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين عندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه من قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال ألا ترون إلى محمد أنه يجعل أمره كأمر الله ويريد منا أن نحبه كما أحبت النصارى المسيح؟ فجاءت هذه الآية الكريمة لتبين أولئك الذين اصطفاهم الله، وأن هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمرا بدعا، فهو عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن بدعا من الرسل، إنما هو سالك سنن من قبله، وهو عليه أفضل الصلاة والسلام عريق النسب في النبوة، فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام من الذين اصطفى الله تبارك وتعالى آباءهم
فهو من ذرية آدم ومن ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل، فهو عليه أفضل الصلاة والسلام. ليست نبوته بدعة، إذ سبقه من آبائه أنبياء. إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفى بمعنى اختار، أي اختار الصفوة. وفي هذا ما يدل أن ما يدل على أن الذين ناقضوا هؤلاء هم من الأكدار، وإنما الصفوة هؤلاء، أما المناقضون لهم فهم من الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أكداراً في هذه الحياة. إن الله اصطفى آدم، أي اختار آدم، اختار آدم لما جعله الله سبحانه وتعالى فيه من المزايا، فقد اختاره سبحانه وتعالى ليكون خليفة في الأرض، وعلمه الأسماء، وأمر الملائكة الكرام أن يسجدوا له، وأسكنه جنته، ثم أنزله بعد ذلك للحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، أنزله إلى الأرض للحكمة التي أرادها سبحانه وتعالى، وهي أن يكون خليفة في الأرض، وأن تكون ذريته قائمة أيضاً بهذه الخلافة بحيث تعمر هذه الأرض، وأن وأيضاً اجتباه الله سبحانه وتعالى، فإنه اجتباه بحيث جعله هادياً لذريته إلى الخير، يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ذلك من اصطفاء الله تبارك وتعالى له. ومع هذا كله هو أب البشر جميعاً، هو الأب الأول لجميع البشر، فكل واحد من البشر إنما هو من ذرية آدم عليه السلام. وهذا أمر لا خلاف فيه بين البشر، سواء المتدينون أو غير المتدينين، إلا ما حصل في عالم الغرب أخيراً من النظريات التي تقول بأن وجود الإنسان إنما بالتسلسل والتدرج في الأطوار من حيوان إلى إنسان، وهذا كلام أهل الإلحاد فلا يلتفت إليه ولا يصغى إليه قط. فالإجماع إذن منعقد من جميع البشر سواء المتدينون أو غير المتدينين بأن آدم عليه السلام إنما هو جد الجنس البشري، هو الأب الأول للجنس البشري، ولا التفات إلى من خالف ذلك. أما نوح عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، إذ كان أول رسول في ذرية آدم، أي بعد آدم عليه السلام. وقد جاء في بعض الروايات بأنه أول رسول إلى البشرية، ثم هو الأب الثاني للبشر، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله بعد من حرف بنو البشر، فترتب على هذا الانحراف ما ترتب من عبادة الأوثان والبعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فكان من نوح عليه السلام
أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وصبر على ما كان يلقاه منهم من الأذى والتكذيب، ومن ضمن الأمور التي ميزه الله سبحانه وتعالى بها واصطفاه أن شريعته كانت أول شريعة ناسخة. شريعة نوح عليه السلام كانت أول شريعة ناسخة. وقد ذكر جماعة من المفسرين أنه ممن جاءت بنسخه شريعته نكاح البنات والأخوات والعمات والخالات، هكذا قال جماعة من المفسرين، وأنا لم أجد أي دليل يدل على أنه كان نكاح البنات من قبل محللا، هذا مما لم أجد دليلا عليه قط. نعم، دل ما حكي من قصة ابني آدم عليه السلام أن شريعة آدم عليه السلام كانت تقتضي إباحة الأخت التي لم تكن مولودة مع الشخص نفسه، أي إن لم تولد معه في بطن واحد، فالمولودة مع هذا في بطن واحد يتزوجها غيره، وهذا من أجل الضرورة بادئ الأمر، إذ لم يكن هنالك من الجنس الأنثوي والجنس الذكري ما يسد بعضه حاجة بعض من غير رجوع إلى هذه الحالة. أما نكاح البنات فذلك مما لم أجد دليلا قط على إباحته. وقالوا بأنه من المزايا التي ميز الله تعالى بها نوحا عليه السلام أنه أطال عمره، فقد ذكر سبحانه وتعالى أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه، ومن المعلوم أن هذا الأمر قضاه في طاعة الله، فقد قيل خيركم من طال عمره وحسن عمله، قضاه في طاعة الله، فقد قضاه بين عبادته سبحانه والدعوة إلى عبادته، فهذه من جملة المزايا التي ميز الله سبحانه وتعالى بها نوحا عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم، إبراهيم هو خليل الله تعالى، النبي المعروف الذي هو أبو الأنبياء، لأن الله سبحانه جعل عددا كبيرا من الأنبياء من ذريته عليه السلام، فقد شرفه الله سبحانه بذلك. ومن المعلوم أن هذا الاصطفاء الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى آل إبراهيم، يعني بطبيعة الحال أن إبراهيم مصطفى من عند الله، وإبراهيم اصطفاه الله سبحانه وتعالى بحيث إنه أكرمه بالخلة وأكرمه بالرسالة، وكان أمة وحده، إذ كان في بادئ أمره هو الوحيد الذي يعبد الله تبارك وتعالى في الأرض، وصبر على ما لقي من عنة أبيه وعنة قومه، فكان مثالا في الصبر واحتمال الأذى من قومه، وغضب لله سبحانه وتعالى وأقدم على ما أقدم عليه من
تحطيم الأصنام غيره على حرمات الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك مما يجعله في المقام الأعلى عليه السلام. هذا. ومن المفسرين من قال بأن المراد بقوله سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، بمعنى إن الله اصطفى دين آدم ودين نوح ودين آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقد ضعف بعض العلماء هذا القول وقال بأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة يلزم أن يراعى فيه إعراب المضاف إليه، وتعقب ذلك أبو حيان بأن هذا خطأ، هو من الخطأ بمكان. ذلك لأن المضاف عندما يحذف ويبقى المضاف إليه فالمضاف إليه يأخذ إعراب المضاف، كما في قول الله تعالى واسأل القرية، فالقرية لم تخفض وإنما نصبت، فلو رؤي إعراب المضاف إليه لا كانت مخفوضة ولم تكن منصوبة. ومع هذا فإن هذا القول وهو أن المراد اصطفاء الدين قول ضعيف إذ لا دليل يدل عليه، ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى اصطفى دينهم لأنه اختار لهم دين الحق، ولكن لا يعني ذلك أن هذا هو المراد هنا، إذ لا دليل على هذا المراد، ولا يصار إلى مثل هذا إلا مع القرينة التي تدل على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. والآل قيل هم الأتباع، وكثيرا ما يقال للأتباع آل، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن المراد هنا الأتباع، وإلا فمن آل فرعون أي من أهل نسبه وقرابته من هو مؤمن، وهو مؤمن آل فرعون الذي أخبر الله سبحانه وتعالى بإيمانه، وإنما المراد بالأتباع. وكذلك ما جاء من الامتنان على بني إسرائيل بأن الله تعالى أهلك خصومهم آل فرعون، فإن المراد بالآل هنا إنما هم الأتباع. ومن المفسرين من قال بأن المراد بآل إبراهيم هم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ونبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، وعلى هذا فالمراد بالآل الذرية. وأما على القول الأول وهو أن المراد بالآل الأتباع فإن المراد جميع المؤمنين، إذ جميع المؤمنين هم أتباع لإبراهيم عليه السلام، سواء الذين كانوا في عصره فاتبعوه أو الذين جاءوا بعد عصره ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كلهم هم على ملة إبراهيم عليه السلام، فهم معنيون بهذا. ومما يدل على هذا قول الله سبحانه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين،
فهؤلاء أولى بإبراهيم عليه السلام. ومن المفسرين من قال بأن المراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم وعمران، أي شخص إبراهيم وشخص عمران. وهؤلاء نظروا إلى بعض الآيات التي حملوا فيها الآل على قصد المضاف إليه، ومن ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا بأن المراد بهذا أدخلوا فرعون أشد العذاب. ومن ذلك أيضا ما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحد أوتي مزامير آل داود، أي مزامير داود. وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم صل على آل أبي أوفى، أي على أبي أوفى. و واستدل لذلك أيضا بقول الشاعر لا تبكي ميتا بعد ميت أجنه، في رواية وفي رواية أحبه، لا تبكي ميتا بعد ميت أجنه علي وعباس وآل أبي بكر. فإن المراد بقوله وآل أبي بكر أبو بكر نفسه. وهناك بعض الروايات وبعض الشواهد التي أجد بها هذا الرأي، ولكن مع هذا كله أيضا الذي تدل الذي يمكن أن نعول عليه بأن المراد بالآل غير المضاف إليه، فإنه لا معنى لإقحام كلمة الآل مع أن المقصود المضاف إليه. هذا لو حملنا الكلام على هذا المحمل لكان ذلك يقتضي أن في القرآن بعض الكلمات التي لم يرد بها إلا مجرد الزيادة، والزيادة في مثل هذا لا يمكن أن تأتي في كلام الله سبحانه وتعالى الذي يبرأ من كل نقص. وآل عمران، المفسرون اختلفوا في المراد بعمران هنا، أي العمرانين هو المراد؟ منهم من قال بأن المراد بعمران هنا هو عمران ابن يسهر الذي هو أبو موسى وهارون عليهما السلام، وعلى هذا فالمراد بالاصطفاء هنا اصطفاء موسى وهارون. ومنهم من قال بأن المراد بعمران هنا أبو مريم عليه السلام، وقالوا فيه بأنه عمران ابن ماثان، ومنهم من قال عمران ابن ماثان باللام، ومنهم من قال عمران ابن ماتان بالتاء والنون. وذهب كثير من المفسرين إلى أنه من ذرية سليمان بن داود عليهما السلام، ولكن العلامة بن عاشور قال بأن هذا خطأ، وأن الراجح أنه من ذرية هارون عليه السلام. وهذا القول أي بأن المراد بعمران أبو مريم هو القول الراجح، لأن ما بعد هذه الآية من الآيات التي جاءت إنما ذكرت قصة مريم، ذكرت قصة زكريا
وبعد ذلك ذكرت قصة امرأة عمران. أول إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، وذكرت قصة زكريا بعد ذلك، وذكرت قصة أن زكريا عليه السلام كفل مريم، ثم جاءت قصة عيسى عليه السلام وبيان كيفية ولادته. وفي هذا رد على النصارى الذين كانوا يقولون في المسيح عليه السلام بأنه هو الله، تعالى الله عن ذلك، أو أنه ابن الله. فإن هذه القصة جاءت لبيان أن ولادته كانت بطريقة الحمل، وأنه ولد كما يولد البشر، وجد بعد أن لم يكن، وهو ما يتنافى قطعاً مع ما تضفيه عليه النصارى من صفة الربوبية، وما تصفه به من كونه ابن لله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فهذا كله إنما يدل على أن المراد بعمران هنا أبو مريم. فإن ما في هذه الآية إنما يعتبر بمثابة الواسطة بين ما سبق وما يلحق. ما سبق من التمهيد لهذه القصة، فإن السورة الكريمة أوائلها جاءت رداً على النصارى كما قلنا عندما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه في أمر عيسى عليه السلام وادعوا ما ادعوا. ثم بعد ذلك جاءت قصة عيسى عليه السلام التي فيها الحجة الدامغة بأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إلهاً، فهو نفسه تكون من مريم، ومريم تكونت أيضاً ممن قبلها فهي ابنة عمران، فعمران أصل لأصل عيسى عليه السلام، أصل لمريم، ومريم أصل لعيسى، فكيف يكون هذا الفرع إلهاً أو يقال بأنه ابن الإله؟ هذا مما يرجح أن المراد بعمران هنا هو عمران أبو مريم. وقد قيل بأن بين العمرانين نحو 50 عاماً، استغفر الله، نحو 1800 عام، قيل بين العمرانين نحو 1800 عام، أي بين أبي موسى عليه السلام وبين أبي مريم. وقد كانت لأبي موسى أي لعمران بن يصهر ابنة أيضاً تسمى مريم، وهي أكبر من موسى وهارون، هكذا قالوا. فتشابهت الأسماء، تشابه اسم الأبوين واسم البنتين، مريم ومريم وعمران وعمران. على العالمين أي اختارهم الله تبارك وتعالى على العالمين جميعا. وفي هذا إشارة إلى التفضيل، تفضيل الأنبياء على الملائكة، فإن الملائكة داخلون في العالمين. بل من العلماء من قال بأن الآية الكريمة تشير إلى تفضيل المؤمنين الصالحين أيضاً على الملائكة، بناءً على أن الأتباع هم الآل. وقد قالوا بأن ذكرى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وتفضيل هؤلاء على العالمين إنما يعني أن الله سبحانه وتعالى فضل أتباعهم، هذا يعني تفضيل المؤمنين، فهم الذين اصطفاهم الله. اصطفى الله تعالى المؤمنين من عهد آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك في عهد نوح عليه السلام، ثم ما كان من بعد
من تفضيل آل إبراهيم وآل عمران، فكل المؤمنين إنما هم مفضلون ومرفوع القدر بخلاف القوم الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الذرية قيل هي من ذرع بمعنى خلق، وقيل من ذرع بمعنى خلق أيضا، وقيل هي من ذرة بمعنى بث. فعلى الأول الذرية مخففة، مخففة، فإن أصلها ذرية بالهمز، ولكن خففت الهمزة وحولت إلى ياء. وعلى الثاني فالياء أصلية وليست مخففة عن الهمزة. ومنهم من قال بأن الذرية مأخوذة من ذرة كما قلنا، وعلى هذا فالأصل كما يقول بعضهم ذرورة، ولكن اجتماع الياءات اجتماع الراءات أدى إلى تخفيف الأخيرة بإبدالها ياء، فصار ذروية، فأدغمت الياء الواو في الياء فتحولت ياء فقيل ذرية. والذرية تطلق على الأولاد، وهذا هو الشائع وهو اصطلاح الفقهاء. فإن الفقهاء عندما يطلقون الذرية لا يقصدون بها إلا الأولاد. وقيل بأن الذرية تطلق على الأصول والفروع، ومن ذلك قول الله تعالى: أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي حملنا آباءهم في الفلك المشحون. فالذرية على هذا تطلق على الأصول وعلى الفروع. تطلق على الأصول نظراً إلى أن الله تعالى ذرأ منهم أولادهم، فالأب إنما ذرع الله سبحانه وتعالى منه ولده، فهو ذرئ منه الولد. وأما الابن فهو ذرئ من الأب. واللفظ يحتمل إطلاق الذرية على الأب وعلى الولد، ولكن كما قلنا إن الشائع إطلاق الذرية على الأولاد دون الآباء. ومن أجل ذلك كان اصطلاح الفقهاء أن الذرية هي الأولاد دون غيرهم، فعندما يقولون أوصى فلان لذرية فلان إنما ينصرف هذا اللفظ إلى أن المراد به الأولاد الذين تسلسلوا، أو أي النسل الذي تسلسل منه، هذا هو المراد بالذرية. ذرية قيل هذا على القطع، أي اصطفى ذرية بعضها من بعض، وقيل لا بل على البدلية، أي النصب على البدلية، ذرية بعضها من بعض. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وهل المراد بكونها بعضها من بعض أن بعضها منفصل عن البعض بحيث نشأ هذا البعض عن ذلك البعض، ومعنى ذلك أنه ولد هذا البعض من ذلك البعض،
أو أن المراد بقوله بعضها من بعض أنهم متآخون متحابون بسبب أن مبادئ تجمعهم، يجمعهم الإيمان والعمل الصالح والنية الصادقة والإخلاص لله تبارك وتعالى، فهذه الأشياء هي التي تجمعهم، ولذلك كان بعضهم من بعض. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وكيف صار بعضهم من بعض؟ وصفهم بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، فلذلك صار بعضهم من بعض، لأنهم مشتركون في هذه الأوصاف جميعاً. وهؤلاء أيضاً هم مشتركون في أوصاف الخير، كما أن المنافقين مشتركون في أوصاف الشر، فلذلك كان بعضهم من بعض، هم متداخلون بسبب هذا الاشتراك في الأوصاف. والله سميع عليم. قيل بأن المراد بقوله سميع عليم أنه سمع من مريم عليه السلام، من أم مريم عليه السلام دعاءها، وعلم ما في نفسها. وقيل بأنه المراد أنه سمع من مريم نفسها الدعاء وعلم مرادها. وقيل بأن المراد بقوله سميع عليم أنه سمع من إبراهيم عليه السلام وعلم مراده، سمع من إبراهيم عليه السلام وعلم مراده. وذلك أن إبراهيم دعا بالكثير الكثير من الدعاء، ومن بين هذا الدعاء دعاؤه عندما ترك من ترك من ذريته عند البيت المحرم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى آخره. وكذلك دعاؤه مع إسماعيل عليهما السلام هما يرفعان قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والذي يترجح أن المراد بقوله سميع عليم سميع بكل ما يقال وعليم بكل ما في طوايا الضمائر، فكل ما تنطوي عليه ضمائر الخلق إنما هو معلوم لله سبحانه وتعالى، وكل ما تفوه به ألسنتهم إنما هو معلوم له عز وجل، فلا يفوته سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء قط. ولذلك وصف بعد ما ذكر الله تبارك وتعالى اصطفاءه لآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، ذكر هذا الوصف، وصفه بأنه سميع عليم، لأن ذلك إنما كان بسبب علمه تبارك وتعالى بكل شيء، بحيث لا يفوته شيء في الأرض ولا في السماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يوفقنا للخير، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة التوفيق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.